مني أنا ومن فريق إدارة الأخبار أهلا بكم إلى حضراتكم العرض الإخباري الأخير لهذه الليلة بهدف تفقد سير الدراسة عقب رفع الإضراب والعودة إلى مزاولة النشاط الدراسي. فقد قام وزير التربية الوطنية أحمد غزالي أصيل وبرفقة أمينة الدولة في التربية الوطنية وعدد من المستشارين التربويين بجولة لعدد من المدارس بالدائرة الأولى. أحمد ياسين عبد الرحمن والمزيد. منذ تشكيل الحكومة الجديدة في 5 فبراير الجاري تعد هذه الزيارة الميدانية الأولى لوزير التربية الوطنية وترقية المواطنة أحمد غزالي محمد أصيل وأمينة الدولة في التربية الوطنية وعدد من المستشارين التربويين ومدراء الأقسام المختلفة بالوزارة. والهدف من هذه الجولة الوقوف على أحوال المدرسة التشادية عقب رفع الإضراب الأخير والعودة إلى مزاولة الأنشطة الدراسية. المحطة الأولى للوفد الوزاري مدرسة بيلوت الابتدائية بفرشة، والتي تبدو للزائر أو المشاهد من بعيد أنها مكتملة ومزودة بكل المعدات، إلا أن الواقع غير ذلك. عدم وجود مقاعد كافية لأكثر من فصل، الطلاب يفترشون الأرض، إضافة إلى نقص في الخدمات كمياه الشرب والمراحيض وغيرها من المستلزمات والمعينات الضرورية للدراسة. أما المحطة الثانية فثانوية إبراهيم إتنو بنفس الدائرة الأولى، فالحال فيها أفضل والجو فيها مناسب حيث الفناء الواسع لممارسة الرياضة. وفي كل هذه المحطات يستمع الوزير إلى شكاوى الإدارة والمعلمين بعدم تهيئة الظروف المدرسية. من جانبه الوزير أحمد غزالي أصيل ناشد الطلاب بتحمل الوضع لفترة، وأن الوزارة ستعمل جاهدة بتحسين ما أمكن من ظروف بيئية مناسبة لتلقي المعلومات. وفي ثانوية أمول وجه الوزير نفس الرسالة إلى الطلاب والإدارة بالصبر وتغليب المصلحة الوطنية على جميع المصالح الخاصة. أما مؤسسة السلطان كاسر التعليمية هي الأخرى تعاني من نقص في البنية التحتية والمعلمين وأشياء أخرى حسب مطالبات المعنيين بالمؤسسة، ولكن الوضع مختلف هنا في هذه المؤسسة الابتدائية الخاصة والتي تعمل طبقا للمواصفات العالمية. ونشير إلى أن الوزير والوفد المرافق له سيتابعون زياراتهم الميدانية إلى بقية مدارس العاصمة جمينا.